التحليلية من الميادين، قتلان وإصابات بالرصاص في صفوف المتظاهرين ضد العنصرية بولاية ويسكونسن الأمريكية. غليان وساحات حرب تشهدها التظاهرات، فهل تحول عنف الشرطة الأمريكية إلى أمر طبيعي؟ تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي. هل هناك أبعاد سياسية لهذه التظاهرات؟ وهل يمكن أن تؤثر في المشهدين الأمني والسياسي؟ قطع الاتصال بين أبرز معتقلي الرأي وعوائلهم في السعودية. حملات تصعيدية غير مسبوقة، فهل هو مسار جديد من التضييق وما هي الأسباب؟ وفي قضية اليوم، تل أبيب ترفض حصول الإمارات على برغي واحد من طائرة F-35، وانتقادات لأداء جيش الاحتلال عند الحدود مع لبنان. استعلاء وأصرار على التفوق العسكري وعدم مساومة أمام المطبعين مقابل ارتباك أمام جبهات المقاومة. ساحات حرب وقتال شوارع شهدتها مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، فقد قتل شخصان وأصيب آخرون في اشتباك بالأسلحة النارية من جراء الصدامات بين متظاهرين ضد العنصرية وقوات الشرطة، بعد يومين على إقدام الشرطة على إطلاق النار على شاب أمريكي أفريقي أمام أطفاله. فلماذا يتجذر العنف في الولايات المتحدة؟ إلى ما يشبه ساحات الحرب تحولت شوارع مدينة كينوشا في ويسكونسن الأمريكية. شبح العنصرية هو السبب هذه المرة أيضا، فعلى خلفية إطلاق شرطة النار على مواطن أمريكي أفريقي أمام أطفاله قبل يومين، اندلعت صدامات ومواجهات بين متظاهرين ضد العنصرية والقوى الأمنية، وأفادت تقارير صحفية بإصابة 3 أشخاص بالرصاص ومقتل أحدهم في اشتباك بالأسلحة النارية في شوارع كينوشا. وقال محتجون إن الشرطة المدعومة من الحرس الوطني استخدمت الرصاص المطاطية والقنابل الدخانية، من دون أن تغيب بعد مشاهد القتل العنصري لجورج فلويد تحت أرجل رجال الشرطة. أتت حادثة جايكوب بليك الذي أطلقت عليه الشرطة النار مرات عديدة أمام أطفاله لتطلق شرارة التظاهرات في المدينة، ما دفع حاكم الولاية إلى استدعاء الحرس الوطني. عائلة جايكوب بليك 29 عاماً قالت إن الرجل يحتاج إلى معجزة للمشي مرة أخرى. وقال محامي العائلة إن التشخيص الطبي الحالي هو أنه مصاب بالشلل، لأن تلك الرصاصات قطعت عموده الفقري وحطمت بعض فقراته. والد بليك قال إنه لا يثق بالتحقيق، أما والدته فتحدثت باسم السواد الأعظم من الأمريكيين حين قالت إن المنزل الذي يقف سكانه ضد بعضهم بعضا لا يمكن أن يقف. الحادثة أدت إلى تعليق نشاطات عديدة كما حصل في ديترويت تحت عنوان لا يمكن للعالم أن يستمر هكذا ولن نسكت بعد اليوم، مع الإشارة إلى أن الاحتجاجات امتدت أيضا إلى عدد من المدن الأخرى كبورتلاند وأوريغون ومينيابوليس ومينيسوتا، في إشارة واضحة إلى أن أمريكا لا تزال عاجزة عن التنفس. محمد كريم مراسل الميادين، هل دوامة العنف التي نراها والتي تتسارع وتيرتها في الآونة الأخيرة يعني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تنذر بمشاهد أكثر سوداوية في البلاد، وإلى أين تتجه الأمور؟ رانا، من الواضح أن عملية العنف والعنف المتصاعد في الولايات المتحدة وهذه الاضطرابات هي بالفعل، وعملية الاحتقان أيضا هي مستمرة وتتصاعد كما ذكرتي باقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. لماذا؟ الجواب ببساطة هو غياب أي حلول حقيقية لمعالجة هذه الظواهر، والتي تصاعدت إذا ما لاحظنا منذ مقتل جورج فلويد قبل 3 أشهر. الشرطة الأمريكية أو الأجهزة الأمنية بطبيعة الحال هي تعمد إلى
القيام بحلول ترقيعية إن جاز التعبير، من خلال القيام بتشكيل لجان مشتركة مع الأهالي. هذه اللجان تركز على القضايا الإنسانية بالدرجة الأساس، وبالتالي هي لا تقترب كثيرا من جذر الأزمة، ألا وهي العنصرية المتجذرة في المؤسسات الأمنية وأجهزة الشرطة الأمريكية بكامل صنوفها. النقطة الأخرى والمستوى الآخر الذي ينبغي التحدث به هو أن في النظام القائم داخل الولايات المتحدة هو يعتمد على حماية شريحة معينة من البيض. هذه الشريحة هي تمتلك معظم ثروات البلاد، وبالتالي هذه الشريحة هي من تقوم برسم آفاق وتوجهات الأجهزة الأمنية، بل حتى وصولا إلى الأسلحة التي يمكن تزويد بها هذه الأجهزة الأمنية. ونحن شاهدنا ما حصل أيام في عهد أوباما عندما تم تسليح أجهزة الشرطة بأسلحة عسكرية تستخدم في الحروب، كالمدرعات وكذلك الأجهزة الموجهة بالليزر للاستخدام للاستهداف الليلي. يقابل ذلك أيضا هنالك عجز واضح رانا من قبل المدن الكبيرة في محاولة تحجيم دور الشرطة إلى حد ما، أو على أقل تقدير الحد من صلاحياتها ونفوذها في تلك المدن، وهذا واضح من خلال الاستهداف المستمر لهذه الأجهزة لمختلف الأقليات في الولايات المتحدة. نعم رأي. طيب مراد الدلنسي مراسل الميادين، العنف يتزايد كما قلنا في الولايات المتحدة الأمريكية عشية الانتخابات الرئاسية، إلى أي حد في تونس يمكن أن يشكل تأليف الحكومة أو يمكن لتأليف الحكومة أن يحمي البلاد ويحصنها سياسيا وأمنيا؟ نعم رنا، بالخصوص خاصة في ظل المخاوف الموجودة حقيقة من قبل الأحزاب وحتى المواطنين وغيرهم من أن الوضع السياسي أو حدة الانقسام السياسي الذي يقابله انهيار اقتصادي، فإن كل الخيارات ممكنة حقيقة بعد أشهر أو بعد سنوات في تونس، وكل شيء ممكن. لذلك يطرح هذا السؤال، إلى أي مدى يمكن لهذه الحكومة أن تنجح في تجنب هذه الهزات؟ حقيقة نظريا يمكن القول أن هذه الحكومة نعم بالفعل يمكن أن تجنب البلاد هزات أخرى، بالنظر إلى أن المشاكل خلال الأشهر الماضية كانت بسبب ضعف يعني عدم قدرة الأحزاب على تشكيل حكومة سياسية حزبية بسبب الصراعات فيما بينها. إذن الحل هو حكومة كفاءات غير متحزبة، وبالتالي ينتهي الإشكال. ولكن واقعيا بالنظر إلى الواقع التونسي فهن أن هذا الأمر غير ممكن، لأن الواقع التونسي السياسي خاصة النظام السياسي أفرز هذا التشتت السياسي والحزبي، بحيث نعم. أن أي حكومة لا تستطيع أن تواصل عملها وتتواصل لسنوات إلا أن تمر بالمشاكل الحزبية داخل البرلمان. نعم. وبالتالي حكومة المشيشي ستجد نفس هذا الطريق ونفس هذا المأزق داخل البرلمان. نعم. أعود إليك محمد كريم، وأبقى في أجواء الانتخابات الرئاسية والمشاهد التي ترافق هذه الأجواء. بالنسبة للمشاهد السياسية، هناك مشاركة كانت لافتة لوزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر الجمهوريين، هذا الأمر يتفاعل، لماذا وكيف؟ نعم، الموضوع يتعلق رانا بطبيعة الحال بالضوابط التي وضعها الكونغرس والتي تمنع استغلال أي ركن من أركان السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية للترويج لأي يعني سياسة أو أي برنامج سياسي باستغلال ثروات أو باستغلال الموارد الفيدرالية. وما قام به بامبيو بنظر البعض هو يعني يمثل خرقا لقانون هاتش الذي يحد ويرفض هذه الممارسة. ولكن هذا القانون هو لم يطبق بطبيعة الحال في وقت سابق، ولكن إذا ما حاول تطبيقه، وهذا القانون طبعا تطبيقه ينص على فصل هذا الموظف من منصبه، فهو بطبيعة الحال سيصطدم بالأغلبية التي يمتلكها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي. لكن النقطة الأخرى التي ينبغي ذكرها هنا هو أن بامبيو يحاول رانا الترويج لنفسه للعملية بهدف الدخول في عملية
السياسية داخل الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد الانتخابات، سواء فاز ترامب بولاية ثانية أو بمعزل عن فوزه. طبعا لماذا اختار القدس؟ بطبيعة الحال بومبيو يحاول الحصول على مزيد من الدعم السياسي والتأييد السياسي وكذلك التمويل، لا سيما رانا من الأغنياء اليهود، وبالتالي هذا هو ما حدا ببومبيو إلى الإدلاء بهذه الكلمة من القدس، ترويجا لنفسه وترويجا لسياسة الرئيس ترامب بالتأكيد. طيب، لليوم الثالث على توالي تستمر التظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس. الاحتجاجات وصلت إلى منزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراجة، فهل هي معيشية أم لها أهداف سياسية؟ وهل تزيد من تعقيدات المشهد الليبي المنقسم أصلا بين شرق وغرب؟ مع سلوك الليبيين مسارا سياسيا جديدا بإعلان طرفي النزاع حكومة الوفاق الوطني وبرلمان تبرق وقفا لإطلاق النار، ارتفعت أصوات على وسائل التواصل تدعو للتظاهر ضد الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة. فيديوهات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل، قال ناشطون إنها أمام منزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة طرابلس، على الرغم من أن السراج وعد في خطاب متلفز بمحاربة الفساد وإجراء تعديل وزاري عاجل. هل هي سمة الدولة المدنية أن الشعب يحتج وحكومته تحميه وهو يحتج؟ المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات انقسموا إلى ميادين مختلفة وسط اتهامات متبادلة بشأن المواقف السياسية. ما فيش كهرباء، ما فيش مية، وما فيش غلاء المعيشة، ما فيش معاشات، لكن هذا البلاد لأن فيه مندسين ما بناتنا. اليوم طلعنا مطالبين بالإصلاح وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي، وكذلك تطهير مؤسسات حكومية من الفاسدين والمفسدين. برغم الاختلاف يتحد الليبيون على المطالبة باجتثاث الفساد ومحاسبة مرتكبيه، حيث يرون أن هذه الآفة تمثل سببا رئيسيا في تفاقم أوضاعهم المعيشية. مراد الدلنسي، يعني أين حدود ما هو معيشي وما هو سياسي في هذه التظاهرات التي نراها في طرابلس؟ رانا، كل ما كان يتحدث عنها المحتجون هو صحيح. الأوضاع المعيشية حقيقة في كل ليبيا وليس في طرابلس لوحدها هو وضع معيشي كارثي، إمدادات النفط متوقفة والوضع المعيشي، يعني الدولار ارتفع بشكل جنوني مقابل العملة الليبية والوضع حقيقة كارثي جدا. ولكن هذا لا يمنع من أن هذه المظاهرات، يعني هذه المشاكل مستمرة منذ سنوات، ولكن خرجت هذه الأيام فقط. حقيقة بدون اختلاف، يعني الجميع يتفق على أن بخلاف المواطنين الذين يحتجون بسبب الأوضاع المعيشية، صحيح هذا جزء مهم، ولكن هناك أبعاد سياسية. الجميع يتحدث عن وجود أعداد مهمة من أنصار النظام السابق وأنصار سيف الإسلام بالتحديد، إضافة إلى مؤيدي خليفة حفتر، هم الذين على الأقل يحركون هذه المظاهرات ويشاركون فيها ويحركون المواطنين للخروج في هذه المظاهرات احتجاجا على فايز السراج وحكومة السراج والوضع المعيشي. حقيقة رانا، هذه المظاهرات أو النواة الأولى لهذه المظاهرات كانت مستعد للخروج عندما كان خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وكانت هذه المظاهرات أو على الأقل من يهندسون لهذه المظاهرات ينتظرون أن يتقدم خليفة حفتر أكثر إلى داخل العاصمة طرابلس ليخرجوا لإثارة البلبل وتسهيل دخول خليفة حفتر، ولكنها خرجت هذه الأيام، تأجلت بسبب عودة حفتر إلى الشرق الليبي. ولكن هذه الأيام عدة اعتبارات سياسية، أنصار النظام السابق أو سيف الإسلام يريدون مكانا لهم ضمن أي مستقبل سياسي قريب قد يكون بعد الإعلان الأخير للسراج ولعقيلة صالح. كذلك مؤيدو حفتر ربما يتوقعون أو يتوهمون أنهم باستطاعتهم أن يغيروا شيئا في الواقع في البلاد عبر المظاهرات عندما عجز حفتر عنها عبر السلاح. نعم. طيب، محلل الميادين للشؤون العربية والإسلامية محمد علوش. محمد، يعني بحسب صحيفة الاندبندنت، حكومة الوفاق برئاسة السراج ورئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيلة صالح يملكان سلطة إعلان وقف إطلاق النار وليس فرض هذا الوقف. هل يمكن الحديث اليوم عن أن إعلان وقف إطلاق النار يمكن له أن يترنح؟
طبعا رانا، ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وقف إطلاق النار، وليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق سياسي أو حتى إعلان المبادئ الأولى له، ربما هذه المرة الخامسة. لكن هناك خرق حقيقي حدث، وهو نتيجة تنسيق روسي تركي في الآونة الأخيرة ترجم بنوع من الترطيب في العلاقات بين طرفي النزاع في ليبيا، متمثلا بعقيلة صالح كبعد سياسي مقابل فايز السراج أيضا كبعد سياسي نظير له في الغرب الليبي. لكن على صعيد العمل الميداني لا كلمة حقيقية وفاعلة لعقيلة صالح في الشرق. الكلمة الفصل هي للواء خليفة حفتر الذي هو مدعوم إلى جانب روسيا من دول أخرى لديها مصالح قد تختلف وقد تتفق مع البعد الروسي، لا سيما الإمارات التي لا ترغب على الإطلاق أن يكون هناك اتفاق سياسي ما لم يضمن بالفعل خروج كامل للنفوذ التركي من ليبيا، وأيضا القضاء التام على جماعة الإخوان المسلمين. ليس بالضرورة أن يكون هذا مطلب روسي. لو انتقلنا إلى الشق الآخر من المشهد، وهو فايز السراج، لم يطل الأمر طويلا حتى خرج المجلس الأعلى للدولة ببيان يشير فيه كأن رئيس الحكومة فايز السراج لم يستشر المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي وضع خطوط حمراء مجلس الأعلى للدولة وقال أنه لا يمكن التفاوض مع خليفة حفتر. نعم. الذي ارتكب طبعا جرائم بحق الشعب الليبي. كل هذه كانت دلالات واضحة على أنه المشهد السياسي مختلف كليا عما هو أمني وعسكري. يضاف إلى ذلك أن نسبة المرتزقة سواء كانت موجودة في المغرب أم في الشرق بدأت تشكل ضغطا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا على المجتمع الليبي، ولا يمكن لطرفي النزاع السيطرة عليهما. أعود مجددا إلى مراد الدلنسي. مراد، بحسب محمد دعلوش، يعني هناك فرق أو هناك تمايزات بين المشهد السياسي والمشهد الأمني والعسكري، هل يمكن لهذه التظاهرات أن تحدث فرقا ما على الساحة ليبيا المنقسمة بين الشرق وغرب؟ رانا، هذه التظاهرات يمكن أن ترسل برسائل إلى طرفي الصراع وليس أن تغير في الواقع السياسي والعسكري كثيرا. نشير إلى أن هذه المظاهرات يعني كان من المتوقع أن تخرج كذلك في مدن في بنغازي والشرق الليبي احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر، ولكن تم قمع هذه التظاهرات ولم تتمكن من الخروج. إذن هي مظاهرات في كل أرجاء ليبيا يعني، والغضب شامل، وبالتالي هذه المظاهرات يمكن أن ترسل برسائل إلى طرفي النزاع للتسريع ربما بأي اتفاق سياسي مقبل، على اعتبار تأكدهما من أن الشارع أصبح معاديا أو هو ضد هذا الوضع القائم، وبالتالي يمكن أن يتغير المشهد. أما استراتيجيا فحقيقة قواعد اللعبة متغيرة في ليبيا وزادت تغيرا خلال السنوات الماضية. اللعبة اليوم أصبحت بيد الميليشيات المسلحة سواء في الغرب أو الشرق، يعني لا سلطة كبيرة لربما المظاهرات أو الاجتماعات أو غيرها في تغيير الواقع. الميليشيات هي التي تسيطر، كما أن الشارع الليبي حقيقة كما نرى مؤيدين لخليفة حفتر وأنصار النظام السابق، فأن الإسلاميين أو من يسيطرون على طرابلس لديهم كذلك مناطق مؤيدة لهم ولديهم مؤيدون، وبالتالي فإنه من الصعب أن يتم حسم هذا الأمر عبر هذه المظاهرات. ولكن من المؤكد أن هذه المظاهرات سترسل برسائل حول أن الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل مزيدا من الانقسام، وبالتالي قد يسهل هذا الاتفاق السياسي الذي يأمل الجميع أن يتم. نعم، وضحت الصورة. في تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن السلطات السعودية قطعت الاتصال بين عدد من أبرز معتقلي الرأي السعوديين وعوائلهم، ما زاد من قلق الأهالي في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا في المعتقلات. صمت سجناء وساجنات معتقلي الرأي في السعودية يقلق عائلاتهم، تقول وكالة بلومبرغ. الموقع الأمريكي لفت إلى أن السلطات السعودية قطعت الاتصال بين عدد من أبرز معتقلي الرأي وعوائلهم فيما كانت تسمح في السابق لهم بإجراء اتصالات هاتفية على نحو منتظم. ومن بين أولئك المعتقلين الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والداعية السعودي البارز سلمان العودة الذي جرى توقيفه عام 2017، حيث نقل عن ابنه أن آخر اتصال هاتفي لوالده كان في أيار مايو الماضي. هذا الأمر
يسري أيضا على بعض أفراد العائلة المالكة المعتقلين، حيث لم تتواصل بسمة بنت سعود مع ذويها منذ الكشف عن احتجازها في نيسان أبريل الماضي. قلق الأهالي في السعودية يتزايد، ولا سيما في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا في المعتقلات، وفي ظل صمت الحكومة عن وضعهم. ووفقا للوكالة، فإن مركز الاتصال الدولي التابع للحكومة السعودية لم يرد على طلبات التعليق على الأمر، كما لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى إدارة العلاقات العامة في المديرية العامة للسجون بحسب الصحيفة نفسها. هذا التقرير يأتي بعد أيام على ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز عن قلق محامي ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف على صحته، ولا سيما أن مكان سجنه ما زال غير معروف بعد مضي 5 أشهر على اعتقاله. محمد علوش، نسأل يعني ما هي الأسباب الكامنة والمرجحة وراء انقطاع الاتصالات بين المعتقلين معتقلي الرأي في السعودية وأهاليهم، وهل من رسائل يمكن أن تكون الرياض تريد إرسالها من خلال هذه الخطوة، ولمن؟ طبعا رسائل داخلية وخارجية، لكن بطبيعة الحال هذه لأول مرة في تاريخ السعودية يتم قطع التواصل بين المعتقلين، خاصة معتقلي الرأي. نتحدث هنا عن 5366 معتقل سياسي من كافة أنواع وأطياف المجتمع السعودي كظاهرة اجتماعية عامة. لأول مرة في تاريخ السعودية يحصل هذا الأمر من انقطاع التواصل بينهم وبين ذويهم. اللافت رانا هو تطور نوعي على صعيد الاعتراض السياسي في السعودية، حصل مؤخرا أيضا لم تشهده السعودية عبر تاريخها، مما يفسر هذه الإجراءات الجديدة. أولا نشهد رفع طبعا دعاوى أمام محاكم غربية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمام أكثر من محكمة، وهناك قضايا نشطة وقضايا أيضا تعد، وفي هناك استعداد لبعض المحامين الذين طبعا يرافعون عن بعض المعتقلين في الدول الأوروبية أيضا لرفع دعاوى أيضا إضافية. هذه الدعاوى لم تكن معلومة مسبقا أو يتم الانخراط بها. هذه نقطة جزئية بدأت تشكل يعني إزعاجا كبيرا للأمير محمد بن سلمان وصورته. النقطة الثانية هو الحديث إلى الإعلام، وهذا أيضا كسر لتابو سعودي معتاد عليه، وهو أنه لا يتكلم أحد إن وقعت عليه مظلومية، أملا في أنه الحكومة يعني تبدأ تلين وتلطف الأجواء معه. لكن ما حصل مؤخرا وهو توجه كثير من أهالي وذوي المعتقلين إلى الإعلام والتحدث عن ما يلحق بأبنائهم وذويهم من ارتكابات بحقهم في السجون. النقطة الثالثة والأهم في تقديري وهو قضية سعد الجبري، وهو مستشار سابق لمحمد بن نايف. هذه القضية أشغلت الرأي العام الأمريكي، وهناك حديث عن تنسيق بدأ بين قيادات معارضة وما بين سعد الجبري لمواجهة الأمير محمد بن سلمان على الأقل إعلاميا في المجتمعات الغربية. واسمح لي يعني محمد، يعني انطلاقا من الجزئية الأخيرة التي ذكرتها فيما خص سعد الجبري، أن أتوجه إلى محمد كريم. أي انعكاس يمكن أن نتوقعه لهذه الخطوة الأخيرة من قبل السعودية على العلاقات ما بين الرياض والدول الغربية؟ طبعا نحن نتحدث هنا عن واشنطن. ازدواجية المعايير الأمريكية واضحة في هذه المسألة رانا. فلو عدنا قليلا إلى قضية السجناء الأمريكيين لدى تركيا، نحن نتذكر كيف تعاطت وتعاملت الولايات المتحدة تجاه هذه القضية بأقصى درجات الضغط المغلف، بحتى التهديد والترهيب للأتراك، ونجحت في إطلاق سراحهم. لكن في المسألة السعودية هنالك بعدان أو هنالك عاملان يحددان هذا الموضوع. العامل الأول هو إسرائيل والتطبيع. طبعا السعودية كما هو معروف هي ركن أساسي وجوهري في مسألة التطبيع، وبالتالي لا يمكن التحرك باتجاهها حول هذا أو لها بهدف عدم التأثير على هذه النقطة أو هذا الموضوع. الموضوع الآخر هو الأجهزة الأمريكية نفسها تحاول رانا الإبقاء على السعودية كسوق للأسلحة الأمريكية، وبالتالي الاستمرار
الاستمرار بعملية استنزاف الأموال السعودية، وبالتالي قضية تأثير العلاقات أو تأثير هذه العملية المعتقلين لدى السعودية أو السعوديين أصحاب الرأي في العلاقات الأمريكية السعودية حتى الآن هو أمر غير وارد هنا في واشنطن. رانا، أعود إلى محمد علوش. محمد، يعني بحسب تقرير بلومبرج يعني هذا الانقطاع ليس جديدا، إنما يعود في بعض منه إلى أيار مايو الماضي. لماذا أثير اليوم ولماذا كل هذا الصمت منذ أيار وحتى الساعة؟ وأين حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان يعني فيما خص السعودية؟ والله رانا، هو الفضل للصحافة، يعني ليس هناك توقيت محدد أو كيف لماذا أثير في هذه اللحظة ولم يثر في لحظات سابقة. أحيانا يحقق الإعلام الغربي والصحافة الغربية اختراقات كبيرة جدا داخل البيت السعودي الذي هو يعتبر مقفل بشكل كبير جدا، ويوجه يعني ما لا يقل عن 80% من الإعلام العربي الذي يبث في الفضاء الخارجي. على أي حال رانا، طبعا يحظى الأمير محمد بن سلمان بدعم واضح جدا من الرئيس ترامب وصهره جورد كوشنر. بحسب ما تقول بعض المعطيات والمعلومات المتوفرة أنه وعد بالوصول إلى سدة المملكة وبالتالي تتويجه ملكا مقابل طبعا جملة أمور، منها بطبيعة الحال يعني طبعا التواصل والوصول إلى التطبيع مع إسرائيل مقابل تصفية خصومه في الداخل. تجربة محمد بن سلمان مع جمال خاشقجي كانت مشجعة جدا له على التمادي في مع معارضيه لاحقا، كما هو يشهد الآن في بالنسبة لمعتقلين ومعتقلات الرأي. الغريب في الموضوع أنه لا يسمح أيضا لمنظمات حقوق الإنسان بالتحرك بحرية وبأريحية في مدن المملكة ولا بالتواصل، لأنه أحد التهم التي توجه إلى المعتقلين وهو التواصل مع منظمات خارجية والتصنيف، وأيضا أحد التهم التي تلحق بهم وهي العمالة إما لقطر وإما لجماعة الإخوان المسلمين. وهذا الأمر لا ينسحب فقط على السعوديين وإنما ينسحب على المقيمين ممن هم يخالفون توجهات المملكة مثل بعض قيادات حماس الذين عاشوا لعقود داخل السعودية. إذن بمجمل الأمر هو اتجاه عام يدشنه الأمير محمد بن سلمان لمواجهة أي تهديد مقبل له للوصول إلى سدة المملكة في مقابل طبعا بعض الأمور التي يطلب منه أن ينفذها، وهي طبعا بطبيعة الحال هو وصول إلى تفاهم مع إسرائيل في المنطقة. شكرا جزيلا لك محمد علوش، وأيضا شكر موصول لمحمد كريم ومراد الدلنسي. فاصل ونتابع بعده قضية اليوم. تل أبيب تعارض بيع أي برغي من طائرة F-35 إلى أي دولة في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، هو سلوك تتمسك به تل أبيب منذ توقيع اتفاق التطبيع مع أبوظبي، خطاب قائم على الاستعلاء والتفوق مقابل صمت الطرف الآخر. تل أبيب المتمسكة بعدم المساومة مع المهرولين إلى التطبيع ظهرت في موقف المرتبك مجددا عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. القلق والخوف خيما على الجبهة الداخلية وسط انتقادات المستوطنين لأداء جيش الاحتلال في كيفية تعامله مع ما قال أنها حادثة إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية. شدد وزير شؤون المستوطنات تساحي هانجابي على معارضة تل أبيب بيع أي برغي من طائرة F-35 إلى أي دولة في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ووفقه فأن هذه المعارضة لم تتغير في ضوء اتفاق التطبيع، مشيرا إلى أنه إذا مضت صفقة بيع F-35 قدوما على الرغم من المعارضة الإسرائيلية فإن واشنطن ستجد طريقة لتعويض إسرائيل عسكريا. لساعات أدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين في المستوطنات المحاذية للبنان بحال من القلق والهلع بعد اشتباه بتنفيذ حزب الله عملية على الحدود هناك في ظل انتقاد المراقبين أسلوب تعامل الجيش الإسرائيلي مع الحادثة. تقرير منال إسماعيل.
بادعاء إطلاق عيارات نارية من سلاح خفيف على إحدى نقاطه قرب مستوطنة المنارة على الحدود مع لبنان، أنار الجيش الإسرائيلي لساعات سماء المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة بقنابل مضيئة، وأطلق القذائف الفوسفورية، وطلب من المستوطنين في الشمال التزام المنازل وعدم الخروج. إطلاق النار الذي وصف في إسرائيل بالحادث الأمني الذي تضمن خشية من التسلل أيضا تزامن حصوله مع وجود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مدينة صفد القريبة من الحدث للاستجمام، ما دفعه إلى قطع فترة استجمامه لإجراء مشاورات أمنية. بدوره وزير الأمن بني غانتس أجرى أيضا مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي. الحادث تزامن أيضا مع وجود آلاف الإسرائيليين الذين كانوا في الشمال للاستجمام، ما أحدث لديهم حالة من الخوف والهلع. ما حدث تطلب من الجيش الإسرائيلي وقتا لمعرفة ما يجري، ورأيناه أغلق طرقا وأبقى جزءا من السكان في المنازل، الأمر الذي أدخلهم في قلق وخوف. وكان من الأفضل لو حافظ الجيش على اتصال جيد معهم في هذه الأوقات وشرح ما حصل لهم. وإلى جانب السكان هناك آلاف المستجمين أيضا. برأيي تصرف الجيش لم يكن صائبا، فهم احتجزوا السكان على مدى ساعات ولم يعطوهم معلومات دقيقة. الحدث الأمني هذا وضعوه في إسرائيل في سياق الرد المتوقع من جانب حزب الله على اغتيال أحد عناصره في سوريا. ما حدث يرتبط بالتأهب الذي يشهده الشمال منذ أكثر من شهر، حيث الجيش مستعد لعملية ينفذها حزب الله ردا على اغتيال أحد عناصره في سوريا. وفيما يبقى السؤال مفتوحا في إسرائيل بشأن رد حزب الله المتوقع، أشار مراقبون إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول منع مواجهة مع حزب الله بأي ثمن، لكنه يواصل الدفع مقابل ذلك بسبب فقدان الردع، وأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يحاول تثبيت معادلة تقوم على مبدأ مقاتل من حزب الله مقابل جندي من الجيش الإسرائيلي. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. ناصر، يعني في عام 79 قيل بأن إسرائيل ضغطت على واشنطن لعدم تسليم القاهرة طائرة F-15 نظرا لتطورها في ذلك الوقت. اليوم إسرائيل تعاود الكرة في مخص F-35 وبالنسبة للإمارات. أي منطلقات اليوم تتحكم بالرفض الإسرائيلي؟ ليش دخلك رانا هي الامارات شو بدها في الاف 35؟ يعني بدها تقصف شحنه خشب رايحه على جيبوتي ولا سفينه ملانه سلطان ابراهيم مثلا؟ يعني انا اعتقد انه ما يحدث اليوم على صعيد هذه العناوين الاعلاميه التي تنشا فيما يتعلق باف 35 هي مفاصله للبيع لاستغفال الزبون. ترامب بده يبيع سلاح، اسرائيل شحاد وبتشرط، هي تشحد الاسلحه والمال وتاخذ 10 مليون دولار يومي من الولايات المتحده الامريكيه وتعتقد انها تريد ان تحافظ على التفوق العسكري، فيما الامارات حتى طائرات الهليكوبتر شو بدها فيها؟ يعني طائرات الاف 15 والاف 16 شو بدها فيها؟ لا اعتقد انه هناك مجال الا لتقصف اليمن، حتى قطر لا تستطيع ان تقصفها لانه هناك قاعدتين عديد وسيليه للامريكان. والأخطر من ذلك كل هذا تهويم إعلامي لا قيمة عسكرية له. التهديد الحقيقي الآن هو بطارية الاس 300 والاس 400 التي سوريا أخذت 49 قطعة من الفافولايت. سأقرأ لك ما قاله أحد الخبراء العسكريين الإسرائيليين بعيدا عن تصريحات الوزراء الذين أساسا لا يفهمون لا بالطيران ولا بالعسكري تاري وإنما يجهزون للانتخابات. يقول ديفيد ماجومادار نحن أمام الاس 400 وهي مفترسة تجعل من الاف 35 منتهية الصلاحية. القول لأحد الخبراء الإسرائيليين العسكريين المختصين بشؤون الطيران يقول إن اف 35 منتهية الصلاحية أمام اس 400 الروسي. كذلك فيما يتعلق بموضوع سقوط الطائرات على يد هذه البطاريات، لا تزال الأبحاث الإسرائيلية تبحث عن نقاط عمياء في الاس 300 لانه الطائره التي سقطت في لبنان وفي فوق الجولانية من اس 200 وهذه مضمومه من الستينيات. بمعنى اخر انه قصه اعلاء شان الاف 35 وامتلاك الامارات لها لا قيمه لها، واسرائيل اخر مخاوفها من الطائرات العربيه وانما تخشى من الثورات فقط.
قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية، التفوق العسكري الإسرائيلي هو فوق أي اعتبار بالنسبة لواشنطن، حتى أن هناك يعني قانون يسمى بهاوس ريزوليوشن 7177 يعني يتحدث عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر بحكم المنتهي. إذن كيف يمكن أن نفهم التصريحات الإسرائيلية إذا ما عدنا إلى السياق القانوني الذي ذكرناه والسياقات السياسية والعلاقات؟ يعني أعتقد أن ناصر عبر خير تعبير عن ما يسمى يعني التفوق العسكري الإسرائيلي والضمانة الأمريكية لهذا التفوق العسكري. هو تقليد صح، والكونغرس والقرارات والمراجعات كلها لضمان ولطمأنة إسرائيل، وهذا يدل على أن إسرائيل غير مطمئنة ولا يمكن أن يطمئنها، لا الأف 35 ولا غيرها من المبيعات، وخاصة لدول يعني دول غير قادرة على خوض الحرب كالإمارات وغيرها. لا يوجد تفوق عسكري إسرائيلي في المنطقة، وحتى التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة مشكوك فيه إلى حد بعيد. التجربة بال 73 أثبتت أن مصر هي المتفوقة عسكريا في مسألة العبور، ورغم المبيعات والمليارات من المبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، يتضح أن يعني الجيش اليمني واللجان الشعبية هي المتفوقة عسكريا. لا يمكننا المقارنة بين قطعة وقطعة وبين يعني نوع من الصواريخ ونوع من الصواريخ. طبعا إسرائيل متفوقة بالسلاح النووي، هذا لا جدال فيه، وهنا بحث آخر. أما بالمسألة العسكرية ليست إسرائيل متفوقة، على العكس من ذلك، التفوق العسكري هو لأهل المنطقة ولسكان المنطقة في الحرب وبالردع. لكن العلاقة مع بين إسرائيل وأمريكا، تحاول أمريكا منذ 73 أن تضبطها على إيقاعها لكي تضبط وتنظم العلاقات، علاقات أمريكا بكل دول المنطقة وحتى أبعد من دول وهذا المنطقة. النقطة سوف أعود إليها قاسم لنفصل فيها أكثر. اسمح لي أن أتوجه إلى موسى عاصي محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية. موسى، يعني بحسب ما يتكشف يوم بعد يوم، العلاقات بين إسرائيل والإمارات هي قديمة جدا. لم تكن تعلم الإمارات بأن هذا الرفض لناحية تسليمها طائرات F-35 سيرفض؟ يعني لا مكان للسذاجة في السياسة، وإن كان بعض الدول أو بعض الأنظمة العربية تتمتع بهذه الخبرة في السذاجة. واضح أن الإمارات يبدو أنها وقعت في فخ إن كانت تعلم أو لا تعلم، وهذه المسألة ليست جديدة. يعني منع تسليح الإمارات أو منع شراء الإمارات لطائرات متطورة وحديثة، الأمر يعود إلى بداية العلاقات بين إسرائيل والإمارات في العام 1994. هنا أرتكز إلى تحقيق كبير جدا نشرته مجلة النيويوركر الأمريكية قبل عامين، عام 2018، وتحدثت فيه عن هذه المسألة تحديدا عندما التقى للمرة الأولى يعني أحد مدراء المراكز الأبحاث الإماراتيين المقرب من السلطة بمسؤول أو بدبلوماسي إسرائيلي في واشنطن. وهناك عبر الإماراتي للإسرائيلي بأن محمد بن زايد، وهو كان قائدا للجيش في تلك المرحلة، يرغب في الحصول على طائرات F-16 الأمريكية. في ذلك الوقت كانت F-16 هي طائرة متطورة، ومع ذلك يعني الإسرائيليين أسمعوا للإماراتيين كلاما بأنهم لن يعترضوا على شراء الإمارات هذه الطائرات أو حصولها على هذا النوع من الطائرات المتطورة في تلك المرحلة. ومع ذلك الإمارات لم تحصل على هذه الطائرات إلا بعدما باتت هذه الطائرة يعني متراجعة جدا وذات قدرات محدودة مقارنة مع الطائرات الحديثة. اليوم هل يعني إسرائيل عندما حصلت على كل شيء من الإمارات ولم تسلم الإمارات أي شيء من خلال الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، يعني تخرج إسرائيل ما لديها من مواقف تمنع بموجبها الإمارات من الحصول على الأسلحة المتطورة؟ هذا هو طبعا ما تحدث عنه، أن السذاجة ليس لها مكان في السياسة وإن كانت موجودة في بعض الدول العربية. طيب، السذاجة ليس لها مكان في مخص السياسة. أتوجه إليك ناصر اللحام، يعني منذ الساعات الأولى لإعلان التطبيع بين أبو ظبي و تل
تل أبيب، والنفي على لسان المسؤولين الإسرائيليين يتوالى لناحية الأخبار الإماراتية، بداية من مسألة الضم وصولا إلى مسألة طائرة F-35. السؤال الذي يطرح اليوم، هل فعلا وقعت الإمارات في فخ التطبيع؟ لا، هي كانت راغبة في أن تبقى هذه الأمور سرية. ترامب هو الذي أصر على أن تكون في العلن. وأنا أذكر اللقاءات من الأبواب الخلفية، وبعض الدول العربية تقوم مع المسؤولين الإسرائيليين من باب الخدم، هيك بحبوا العرب. لكن أن تصل إلى العلن، هذا قرار أمريكي، قرار من ترامب شخصي، لأنه شعر أنه في وضع حرج أمام بايدن وأمام مساعدته. الإسرائيليين سال لعابهم على هذا الأمر، وأرادوا أن يحصدوا كل النتائج في جولة واحدة، ومشاكلهم الداخلية كبيرة. حصول الإمارات على سلاح أو في حتى في موضوع الضم، أعتقد أنه خارج الاستراتيجية. العرب لا يحتاجون إلى مثل هذه الأسلحة، لأنه معروف أنهم لن يهاجموا إسرائيل ولا يجرؤون على مهاجمة إيران، وبالتالي فقط بدهم يقصفوا اليمن. ولا للتدريب والتصوير السلفي تكون الاف 35. يلا اعتقد انه الامارات ستشارك في هجوم لتحرير القدس ولا لتحرير اي عاصمه عربيه، ومثلها كل باقي الدول العربيه التي بدل من ان تطور التعليم والصحه في بلادها تشتري اسلحه تصدع عند الجيوش، والجيوش تاكل معلبات السردين في المعسكرات ولا تشارك في اي شيء. طيب. بمعنى اخر انه اسرائيل وامريكا بالذات خصا نصا يرانا ترامب ونتنياهو يديران حملتهما الانتخابية من جيوب الدول العربية الساذجة. طيب، بعيدا عن مسألة الصور السيلفي، أتوجه إلى قاسم عز الدين. قاسم، هل يمكن أن نرى تعديلا في الموقف الإسرائيلي وبالتالي الموقف الأمريكي إذا تسليم هذا النوع من الطائرات ووفق أي شروط؟ يعني لا أعتقد أن الأساس لا يتغير، يعني هو خوف إسرائيل أو عدم اطمئنان إسرائيل للأنظمة التي تطبع معها. يعني ناصر أوضح وشرح، وهذا يعني أمر متداول بتعبيرات مختلفة استراتيجية وسياسية، وليس بالشكل الذي عرضه ناصر يعني بوضوح أكثر وبتعابير يعني معبرة بشكل سلس. هذا أمر مفروغ منه. إسرائيل لا تطمئن للتطبيع مع الأنظمة العربية، ولا تطمئن حتى للولايات المتحدة، إلا إذا أصرت متابعة هذه العلاقة يوم بيوم وأمسكت بهذه العلاقة. لذلك يمكن اليوم أن تسمح بمبيعات الأسلحة، واليوم الآخر ترى أن من واجبها أو من مصلحتها أن تضبط أمريكا، وحتى أن تلقن الأنظمة التي تطبع معها تلقنها درسا لكي تتنازل أكثر ولكي تقدم تنازلات أكثر. هذه هي العلاقة التاريخية يعني بين أمريكا والأنظمة العربية. طيب موسى عاصي، مقابل هذا المشهد هناك مشهد مختلف آخر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مقابل مشهد الاستعلاء هناك مشهد ارتباك لدى الإسرائيلي، ولكن يبقى السؤال مطروحا فيما خص الحدود، هل تحاول إسرائيل الاستثمار في أزمات لبنان الداخلية وربما تحاول تغيير قواعد اللعبة؟ يعني هناك قراءتان لما حصل الأمس على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. القراءة الأولى تقول بأن إسرائيل متوجسة بشكل دائم وتعيش حالة هلع من الرد المحتمل من قبل حزب الله على استهداف أحد عناصره في دمشق قبل 5 أسابيع، وهذا واقع لا يمكن الهرب منه بالنسبة لإسرائيل. المسألة الثانية، وأنا أميل أيضا لما أريد أن أقوله الآن، هو أن إسرائيل بالفعل تحاول يعني استغلال ما يجري في لبنان، الأزمات السياسية، المواقف السياسية، من أجل محاولة تغيير قواعد اللعبة. هي ترتكز إلى ما بات يعرف في لبنان أو ما يطالب به البعض في لبنان مؤخرا على أساس منطق الحياد، أو يطالب بالحياد للبنان، وهي تعلم أن هذه المرجعيات أو القوى التي تطالب بحياد لبنان تعني أنها غير موافقة على المقاومة أو على ما يقوم حزب الله في الجنوب اللبناني. إذن تحاول استغلال هذا المنطق من أجل فرض
معادلة جديدة، ربما تريد العودة إلى ما قبل العام 2006 عندما كانت إسرائيل توجه الضربات إلى لبنان، أو حتى ما قبل العام 2000 عندما كانت إسرائيل توجه الضربات إلى لبنان وتشن الاعتداءات من دون حسيب ولا رقيب. هذه مسألة أساسية، ولكن السؤال اليوم رانا يعني يجب أن يوجه إلى بعض اللبنانيين الذين يطالبون بحياد لبنان. ما المفترض أن يقوم به هؤلاء، وما المفترض أن يقوم به لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل ما حصل بالأمس؟ يعني هناك قذائف سقطت في ميس الجبل وفي القرى المحيطة. صحيح. ما هو الرد؟ هل هو الحياد بالحياد نرد على الاعتداءات الإسرائيلية؟ هل إذا يعني اتخذنا من الحياد سياسة للبنان ستتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها على اللبنانيين وعلى جنوب لبنان؟ طيب ناصر اللحام، يعني من الواضح من خلال يعني المتابعة للأخبار فيما خص طائرة الأف 35 والتطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، هناك حسابات داخلية فيما خص الطائرة. الحسابات الداخلية أين هي اليوم فيما خص التطور على الحدود، وما انعكاسها على الداخل الإسرائيلي؟ فيما يتعلق بالانعكاسات الداخلية عند الإسرائيليين، هذه حفلة مزاودة الكل يحاول أن يشارك فيها على اعتبار أنه حب الظهور، حتى في كثير من الأحيان يعني هناك أقوال لا قيمة لها للوزراء الإسرائيليين يتحدثون عن هذا الموضوع. بالمناسبة كل وزير إسرائيلي أمنيته أن يذهب إلى دبي ويشاهد برج خليفة، لأنهم جاءوا إلى الشرق إلى هذه البلاد سواح وسيبقون سياح طوال عمرهم. نقطة ثانية فيما يتعلق في F-35، كنت أريد أن أمر لماما على الموضوع وبسرعة رانا. تقرير البنتاغون الأخير 2018 يقول بأنه هناك انتقادات شديدة جدا للصناعات العسكرية الأمريكية، لأنها الصين ب10% من التكلفة تصنع دفاعات كهرومغناطيسية تجعل الأسلحة الأمريكية دون أي فائدة، حتى أنهم يعتقدون بأن سوريا لديها مثل هذه. اليوم الأس 400 والأس 300 والدفاعات الصينية الكهرومغناطيسية هي التهديد الحقيقي، وشاهدنا المواجهات التي كادت تقع في الخليج حينما جاءوا قرب هرمز أو في بحر الصين في البحر الأصفر، وشاهدنا كيف تراجعت أمريكا. أما على صعيد الاستخدام الداخلي، أتوقع من هنا وحتى الانتخابات لن يكفوا عن الاستخدام، وحتى الإمارات طيب ستستخدم هذا الأمر باعتباره بطولة. لدي دقيقة لقاسم ودقيقة لقاسم، يعني كيف يمكن قراءة ما حصل على الحدود اللبنانية، من أي زوايا يمكن قراءته في دقيقة لو سمحت؟ أنا أعتقد أن يعني ما حدث الأمس على الحدود مهم جدا وخطير جدا، بمعنى أن هذه المرة الثانية التي تظهر فيها إسرائيل حقيقتها الفعلية بالاستنفار وبالتناغم الجيش وبالهلع وبالخوف وردود الفعل العشوائية من أي شيء وضد أي شيء، ماذا يدل هذا؟ هذا يؤكد أن الجنرالات العسكريين الإسرائيليين الذين كانوا يقولون أن الجيش الإسرائيلي غير مؤهل للحرب لديهم الحق 100%، وهم يستندون إلى وقائع. يؤكد ناحية أخرى ما توقعه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن إسرائيل إذا تخلت عنها أمريكا بظروف قد لا نحتاج نتيجة تخبطها وانهيارها الداخلي وانهيارها العسكري، قد لا نحتاج إلى معركة عسكرية كبيرة. طيب موسى عاصي، الأوروبيون يعني وتحديدا على رأسهم الفرنسي، كيف يتابع هذه التطورات؟ هو الذي دخل يعني على خط الأزمات في لبنان بقوة تحديدا بعد انفجار المرفأ. يعني إذا ارتكزنا إلى الإعلام الفرنسي تحديدا، الإعلام الفرنسي ينقل وجهة نظر إسرائيل تماما بما حصل بالأمس. يقول الإعلام الفرنسي بأن إسرائيل ردت على استهدافها من قبل حزب الله في جنوب لبنان. ولكن السؤال الذي تطرحه أو طرحته بعض الصحف الفرنسية اليوم هي أن الاستقرار الموجود على الحدود منذ العام 2006 لم يتأثر في يعني في الاشتباكات التي حصلت في تموز أو في نهاية تموز يوليو الماضي، ولكن مع تكرار هذه الأحداث وما حصل بالأمس السؤال يطرح، هل هذا الاستقرار الموجود منذ 14 عاما سيستمر، ام هناك يعني ربما انعطافه جديده نحو تفعيل هذه الجبهه ورفع مستوى التوتر؟ هذا السؤال الذي يطرح اليوم في الصحافه ولدى الراي العام في اوروبا وتحديدا في فرنسا. شكرا جزيلا لك موسى عاصي، وايضا الشكر موصول لقاسم عز الدين ولناصر اللحام، والشكر الاكبر لكم مشاهدينا، الى اللقاء.